Shada FM. La radio que j'aime. لالا خولة منورة معنا وسيدي هاني خطاب، عطيوني تفيقة تحرى على الضيوف ديالنا اللي حاضرين معنا اليوم. مرحبا بكم خولة، مرحبا منورة، الله يبارك فيك. نهار كبير هذا وحنا فرحانين على أن تكون معنا أحد المبدعات. أنا سميتك مبدعة ما شاء الله عليك، لأنك تصدرتي القائمة ديال المبدعين المخترعين بتونس. تفيقة تحرى مرة أخرى على على البروجي اللي قدمتي فيه. البروجي هو وتحديد النيفو ديال المياه الجوفيه. نعم بعد ما حنا فاهمين في داكشي ديال البيولوجيا الجيولوجي عرفنا المياه الجوفيه خصنا شي جوف هي تحديد الميزه ديالاش تحديد النيفو، يعني نيفو مستوى المياه الجوفيه. نعم. بواحد الطريقه هي جيوفيزيائيه، كتصيفط الكترومغناطيسيه. يا سلام، حنا كنصيفطوا الكترومغناطيسيه. هادشي خولة زيدي بون باش كتغفلتي لك النيفو ديال الماء والماء كيتغفلتها. هادي هذا غادي مخترعه هادي، راه شي تنقول لك انا ميرا خولة تخدمي الدماغ ديالك تغفلتي الماء. وراه كاع خولات مخترعات. صافي لا انت اخترعتي حاجه اخرى، عطيناك غير نون هادتي ليا ناويك على الهريسه. فهذا هذه فرحه كبيره. وخلينا نهنئوا سيدي هاني النشر اللي شرفنا. هاني راه واخوك هاني. هاني الخطاب، هذا الفنان اللي تيعيش في امريكا في نيويورك وجانا وتا هو تحمل عنا الصفات. تقول جاي توا من الطياره نيشان جا عندنا. سيدي هاني، انت في الاصل ديالك الدار البيضاء ولا فاس ولا منين انت؟ اولا صباح الخير عليكم وصباح الخير على المستمعين والناس اللي حاضرين معنا هنايا، وكنبغي نحييكم على الابتسامه هذه اللي كتفيقونا بها كل صباح. لا انا دوريجين من مدينه القنيطره. هاجرت للولايات المتحده الامريكيه اللي تقريبا شي 11 سنه و... ما شاء الله عليك وسيم رشاقه تبارك الله. تصفيقه تحرى عليه صاحبي صاحب الجامعة ما كاين غيرها. اشجع المنتخب ديال هاني. لا مهدي العبيد. سيدي مهدي العبيد اللي حاضر معنا في الاستوديو توا، ولكن خولة عرفتي راه قتلونا بالضحك. انا كندوي دابا مع خولة بعدي صافي. تصور انت ما كنتيش معنا عندنا، دخل هاني وما تبارك الله هاني والعاشق في النبي، يعني فاتك في الطول طول وقامه كتقول طول وتجريده. ابو الحل انت حل بها خولة دفعه وتقول له السلام عليكم بخير. قلت له نور على طولنا يا ربي ندخل السالم يا ربي. انا قلتها شتي انت ليه وخاولة كدير لي يا ربي ما نعينوش. انا جيت شويه في الميدان ماشي بزاف باش بديت. الظروف كانت كانوا عندي حوايج اخرين، دراسه عمل، كانوا عندي حوايج اخرين اللي كنت بغيت نسبقهم من الاولانيين على الغناء. مازال صغير تبارك الله، مازال صغير بالعكس. شويه لا مازال صغير ياك خويا. لا مازال صغير مازال صغير. شحال في عمرك كاع تقريبا؟ 30 وشي سنه. باقي تبارك الله. بالعكس انت درتي اللازم كاع، قريتي ومشيتي وفكرتي في المستقبل. ضروري غير انا ديما كنت كنقول الواحد يشوف بعد حياته هي الاولى، يحاول يبنيها وعاد من بعد اللي عنده هوايه ولا شي حاجه سيغسو اللي ما كيكونش ناوي يديرها 100% كحرفه ديالو ولا كشي حاجه كتبقى هوايه كتقدر ديرها في اي وقت. يعني انت الغنى ما دايروش حرفه. الغنى في الاول بدا غير ضحك. قلت كيعجبني ديما نغني ملي كنت صغير. قلت العام اللي فات قلت غادي نصايب واحد الاغنيه اللي نسجلها ونخليها يمكن واحد النهار نسمع لوليداتي نقول واحد النهار كان كيعجبني نغني وصايبت اغنيه. شويه كيبدا كتبقى تسمع الاراء ديال الناس، كتبقى تسمع لا وغيزيد وجات زوينه وكمل كتشوفها لقات واحد الصدى على الناس كتزيد بزاف وكتبقى غادي. دونك دابا كتولي من هوايه كتولي بحال كتبقى تنبش شويه على الاحترافيه، كتولي كيتقلب بالمعقول كيولي بالمعقول وكيبان لي واقيلا داكشي اللي غادي يولي. علاش لا؟ الا كان الانسان تيشوف راسو مرتاح في داكشي اللي كيدير هو المهم، هو الواحد يكون راضي على راسه ويكون مرتاح في داكشي اللي كيدير. ونسولك انت انت راضي على الاغنيه اللي كتعمل انت على الصوص ديالك على تجربتك في الغناء؟ راضي عليه. راضي على الجمهور ديالك اش كيقول؟ راضي عليه. الجمهور كما قلت لك انا ماشي بزاف باش من الساحه تقريبا يلا عام الحمد لله بدا كيتكون عندي جمهور، بداو ميساجات كيجوني تقريبا من العالم العربي كامل، من المغرب، من التشجيعات اللي كاينه زعما الحمد لله كاين صدى زوين. حتى الكليب نيت اللي دار مؤخرا زوين اللي هو بعنوان ذات سيت ممكن تشوفوا ذات سيت كاين نازل على اليوتيوب. على اليوتيوب اغنيه من كلمات كبير فاريكس ومن توزيع زهير حصادي، اخراج ديال الكليب يوسف افردو اللي كانوا جايين لهم تحيه كاملين. و في امريكا ولا هنا؟ شي في امريكا شي هنايا. الكاتب والملحن كاين في امريكا والموزع والمخرج كاين هنايا في ما شاء الله المغرب. واغنيه خديت لها عنوان امريكي اللي هي ذات سيتس.
تقريبا صافي سالينا. ولكن اللي كيسمع هذا السيت كيسحب بان الموضوع نيجاتيف ولكن هو بوزيتيف، بوزيتيف اغنيه رومانسيه سيت تكون بوزيتيف. خدينا خدينا حاولنا خدينا من كل بلاد عربيه كلمات قريبا تسمعكم صباحك ضروري تونس برشا فيها كلمات برشا يا سلام. خدينا من كل بلاد كلمه عربيه والحمد لله اللي زعما لقيا الاعجاب ديال الناس وبزاف ديال الناس كيصيفطوا ليا وكيهنوا والله الا فرصه نفرحوا بصح صراحه على ان تنشوفوا الشباب تبارك الله منور ومالق داخل وخارج الوطن المغربي وتيخدم بلاده. فمني كنشوف انا شابه ما شاء الله عليها، كيفاش انا عملتي انت الاختيار ديالك في البيولوجيا؟ اعطيني التكوين ديالك الجيولوجي، اعطيني التكوين ديالك المستوى ديالك الدراسي وداكشي، كيفاش مشيتي في المسار ديالك؟ بون هي في الاول شتي باكالوريا علوم الحياه والارض، علوم الحياه والارض نعم. مشيت انا دائما كان حلم ديالي داكشي ديال الجبال براكين زي الجبال تبع الجبال كتعجبو عزيزك الراحه ديال ماما معزه دائما كيعجبني فين ما كنطلع. تحيه لكل عشاق المعزه زيدي ابري طلعت لافاك نعم. عرفتي هذاك راني حاطين لي 4 6 الورقات فيهم جميع الشعب وديال الجيولوجي، راه ما قريتش الجيولوجي، بان لي واحد البرك انا كخارج قلت هذاك هو بلاصتي، قلت هذا هو بلاصتي والله العظيم. اونغوجيستري تراجي هو هضر معايا واحد الاستاذ ديالي ما كانوش فيه بزاف تنظر ما كيسجلوش فيه بزاف قلالي انتوما قلالين ديال المعز ديال الجبل صحاب الجبال قلالين بزاف لا ليسونس شدينا بينا تقريبا شي ما كملش 20 بيرسون. قول لي منين جيتي خولة انت للمغرب هنا كيفاش كان اللقاء ديالك اعلاميا والاستقبال ديالك؟ هذه مهمه جدا نقدر نقول لك ما تلقى لي حتى واحد. شكرا لكم مستمعي الكرام على هذه الحلقه اللي كانت رائعه. يمكن حيت ما كانش الاعلام عنده الخبر يمكن انا بالنسبه لي تما كاين تقدر غير الحكومه كتعمل شكل شي حاجه بحال هكا. انا هي في السيمانه اللي دازت لا صافي الحكومه مازال ما تشكلش هذيك الساعات كانت مازال ما كنتش هذا هو المشكل. هذا هو المشكل في الاعلام ولكن احنا غادي نشوفوا. ها هي اليوم حضرات معنا الحمد لله احنا شاده بعدا الصباح هي حضرات معنا في شاده وحنا غادي نشوفوا التفاعل ديال الناس ان شاء الله. احنا غادي نشوفوا قلالين الصحافه اللي نعم السوجي ما كيلقاش الاهتمام لانه حتى السيد اللي داير معايا واحد الانترفيو في اليوتيوب ميم با 200 فيو باغ كونتر نفس الاذاعه كدير مع مغني واحد اخر كدوز 1000 وزيد. دونك الناس مازال ما عندهمش واحد لا كونسيونس ديال هادشي. الناس خصنا نسمعوا هاد الافكار وكتشوف الناس راه ماشي اول مره غتبدا، راه كاينين عباقره كيخرجوا من المغرب ما كتلقاش عليهم الاضواء كتستهدفهم دول واحدة اخرى وكتديهم المغرب كيبقى يتكلاصه ما كاينش من مورا الجائزه ديالك انت جاوك شي عروض من شي دول اخرين من غير المغرب ولا نقولوا يمكن المغرب ما جاك حتى شي عرض؟ من المغرب ما جاني حتى عرض دول اخرى بصح بغيت يعرفوك بعدا بيا من دول اخرى جاك شي عرض؟ ندو لوحده اخرى الدكتوره ان شاء الله. هاد الفيوز انا خديت الجائزه خديتها ديجا لان الفيوز كيحتاجها الفنان يقدر بالنسبه ليا انايا خدمتي هي اللي غنحتاجها. لا مزيان اللي كيشوفوا كاع ولكن واحد الحاجه انفورتون بغيت الناس يعرفوا بالله كي دائما كنسمع المغرب ما كيدير والو المغرب ما كيدير والو بغيت المغرب يعرفوا بالله كنت ناعسه عاد فاقت الله يهديك انت مثال يحتدى به لاله خويا يخليك. بغيت الناس تعرف بالله المغاربه كيعطيو اكثر واكثر غير خصهم يبريو كي خص اللي يعطيهم الفرصه باش يلعبوا نعم. كما لونيفرسيتي انا نهار تلقيت المشروع ديالي نعم ما تشاورتش معايا فينونسيات لي ديريكتومون الطياره اكسيتيرا خاولات تمشي تشارك. شحنا جايبين لك هاني خطاب غادي يغني لك دابا اكابيلا غني لها راسك بوحدك ما كاين لا موسيقى غني لي شي اغنيه. ها العود ها هو شنو تغني يا استاذ؟ غني شي حاجه مباشره لاله خوله ونشطي لنا شويه مع راسك لو الفيوز غادي يطلعوا كولي عالي فيوز 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 ما غتخلص عليهم. شنو تغني؟ نقولوا لها شي حاجه مغربيه هي ذاك الانسان. يا سلام الله 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 يا ذاك الانسان يا ذاك الانسان على زين فيه الله 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 يا ذاك الانسان يا ذاك الانسان على زين فيه الهمه والشان نخوه وتهال الهمه والشان نخوة والتهال حالك مواتيك
وعليا الله يهديك يا داك الفنان. ما شفت الزين يا قرة العين، لما شفت الزين يا قرة العين، قلبي دع مني وصبح مملوك، وعندي قلب حنين يهرب منك لين، وعندي قلب حنين يهرب منك لين. عصفات به المج وصبح مملوك. الرضا شادا FM، la radio que j'aime.